ليفربول، ترجع الكرة على طريق إسكو، المرينجي بالكونتر أتاك، يمشي إسكو معاه ثلاثة، الحصار المحاصرة وخطفوا. على فكرة فما ملاحظة رقمية مهمة جدا، نبني عليها استنتاج، هو أنه أهداف توزعت بين الفريقين على مدى الشوطين. ليفربول سجل 22 هدف في الشوط الأول. أهلا ومرحبا بكم في قناة خلطة بيتي أدي يوتيوب محمد صلاح. غضب صحف إنجلترا بعد موقف راموس من صلاح في حفل يوفا. بالرغم من خسارة محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول جائزة أفضل لاعب في أوروبا لصالح لوكا، لكن وسائل الإعلام العالمية اهتمت بتواجده في الحفل، واستطاع محمد صلاح أن يحتل المركز الثالث في ترتيب أفضل لاعبين بالقارة العجوز بعد لوكا صاحب المركز الأول وكريستيانو رونالدو. واهتمت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية بتعامل سيرجو راموس مع اللاعب المصري ولمسته لكتف محمد صلاح جناح ليفربول بعد جائزة أفضل مدافع في أوروبا. وقالت الصحيفة لقطات الفيديو أظهرت لحظة استلامه للجائزة قبل العودة مجددا لمقعده المتواجد خلف صلاح مباشرة، لكن يبدو أنه حاول مضايقة محمد صلاح لاعب ليفربول من خلال لمس كتفه، غير أن محمد صلاح لم يبدأ أي اهتماما وأدار رأسه بعيدا وتجاهل الإشارة. واعتبرت صحيفة ليفربول إيكو إن خسارة محمد صلاح ستكون حافز من أجل البناء على ما حققه الموسم الماضي ومواصلة التألق في الموسم والمواسم المقبلة. أما صحيفة ديلي ميل الإنجليزية فقالت أن راموس قام بسلوك غير ملائم وجلس خلف محمد صلاح في مقر الحفل، وذلك خلال اللقاء الأول بينهم عقب الإصابة المثيرة للجدل التي تعرض لها اللاعب المصري في نهائي دوري الأبطال. واتفقت صحيفة مرور أيضا في وصف سلوك راموس بغير الملائم، حيث قرر أن يعود إلى مقعده مرورا بصلاح بعدما حصل على جائزة أفضل مدافع في أوروبا، غير أن لاعب ليفربول تجاهل النظر إليه وأدار نظره بعيدا. لكن صحيفة صن ذهبت بعيدا وقالت المصافحة كانت باردة، وقالت أن راموس تعمد لمس كتف صلاح الذي أصيب فيه في نهائي الأبطال وذلك عقب الفوز بجائزة أفضل مدافع بأوروبا، أي أن راموس تعمد أن يقول لصلاح هذا هو كتفك الذي أصبته ولم تفز أنت بأي جائزة، بل أنا قد فزت بجائزة أفضل مدافع رغم إصابتي الشديدة لك. هذا هو راموس، وبعيدا عن الصحافة والإعلام ملعون راموس لأنه قد اكتسب العديد من العداوات بمعظم مشجعي ليفربول وأيضا المصريين وكل من يتابع محمد صلاح في العالم. هذا هو راموس، نتمنى له أن يصاب بمثل ما تعمد به إصابة الآخرين. لعنة الله عليك يا راموس، والكرة دائما تتجه لمن هو مجتهد وليس كل من هو يحمل البغيضة والكرة. شكرا لحسن متابعتكم، ولا تنسونا بدعمكم للقناة سبسكرايب وتفعيل الجرس وشير ولايك. شكرا لحسن متابعتكم، في حفظ الله.